على المشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيليلومير. يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز العناوين. البابا فرانسيس يلتقي جموع الحجاج في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. الأردنيون يحتفلون بالذكرى 73 لاستقلال المملكة. مشاركة جماهيرية حاشدة في مسيرة طلعة العذراء في حيفا. وفي نشرتنا أيضاً، اتحاد الرهبنيات في الأردن ينظم لقاءه الختامي في السلط. أهلاً بكم. كعادتي كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، رحب قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم، وخاصة الناطقين باللغة العربية القادمين من الشرق الأوسط، وقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصاً الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوماً بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معاً صلاة الأبان باللغة اللاتينية، بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصاً للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضاً المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصاً عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نختتم اليوم سلسلة التعليم حول صلاة الأبانة. يمكننا أن نقول أن صلاة المسيحية تولد من شجاعة أن ندعو الله باسم أب. لا يتعلق الأمر بمجرد صيغة بقدر ما هو حميمية بنوية أدخلنا فيها بفضل النعمة. يسوع هو الذي أظهر لنا الآب ويعطينا هذه الإلفة معه. في ليلة الجتسماني صلى يسوع بهذه الطريقة: أبا، يا أبتي، إنك على كل شيء قدير، فاصرف عني هذه الكأس، ولكن لا ما أنا أشاء بل ما أنت تشاء. وسط الظلمات يدعو يسوع الله باسم أبا بثقة بنوية بالرغم من شعوره بالخوف والقلق، ويطلب أن تتم مشيئته. في إنجيل لوقا يرضي يسوع بالكامل طلب التلاميذ الذين وإذ رأوه غالبا ينفرد ويغوص في الصلاة، قرروا أن يسألوه يوما: يا رب، علمنا أن نصلي كما علم يوحنا المعمدان تلاميذه. عندها علمهم المعلم أن يصلوا إلى الآب. إن أخذنا العهد الجديد بمجمله بعين الاعتبار، نرى بوضوح أن الرائد الأول لكل صلاة مسيحية هو الروح القدس الذي يهب في قلوب التلاميذ. إن الروح القدس يجعلنا قادرين على الصلاة كأبناء لله، أي ما نحن عليه حقاً بفضل المعمودية. إن الروح القدس يجعلنا نصلي على الخطى التي رسمها لنا يسوع. لهذا وانطلاقاً من هذه النواة، يمكن للمسيحي أن يصلي في جميع الحالات. يمكنه أن يتبنى جميع صلوات الكتاب المقدس ولا سيما المزامير، ولكن يمكنه أن يصلي بواسطة عبارات كثيرة قد انبعثت خلال آلاف السنين من قلوب البشر. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، في نهاية هذا التعليم يمكننا أن نكرر صلاة يسوع: أحمدك يا أبتي رب السماء والأرض على أنك أخفيت هذه الأشياء على الحكماء والأذكياء وكشفتها للصغار. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a rivolgervi a Dio come Padre che ci ama e ci viene incontro. Non stanchiamoci di invocarlo, perché Egli, come Padre buono, viene a sanare le nostre ferite e a ridarci la gioia di essere Suoi figli. Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أشجعكم على أن تتوجهوا إلى الله كأب يحبنا ويأتي إلى لقائنا. لا نتعبن أبداً من التضرع إليه، لأنه كأب صالح يأتي ليشفي جراحنا ويعيد إلينا فرح أن نكون أبناءه. ليبارككم الرب. يحتفل الأردنيون هذه الأيام بالعيد 73 لاستقلال المملكة،
هذا اليوم الوطني الأغر الذي نفخر به جميعاً ونستذكر فيه أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء لوطننا الغالي، حيث يعتز الأردنيون وهم يرون بلدهم يحتل المكان اللائق به على المستويين الدولي والإقليمي، ليبقى على الدوام نموذجاً للإنجاز والعطاء والخير في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. وبهذه المناسبة الغالية يتقدم مكتب فضائية نورسات في الأردن والأراضي المقدسة ممثلاً بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل بأسماء آيات التهاني والتبريك لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني وعموم الأسرة الأردنية الواحدة، راجين الله أن يديم على بلدنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار، وكل عام والجميع بخير. انطلقت في البحر الميت أعمال لقاء خدام الرعاية الرابع بحضور عدد من أصحاب السيادة المطارنة ورؤساء الكنائس المحلية في الأردن، وقد جاء اللقاء تحت عنوان الكتاب المقدس وتحديات الإنسان المعاصر. إلى التفاصيل. بتنظيم من جمعية دار الكتاب المقدس في الأردن، انطلقت أعمال لقاء خدام الرعاية في فندق الماريوت بالبحر الميت بحضور سيادة رئيس أساقفة الروم الملكيين الكاثوليك كير جوزيف جبارة والنائب البطريركي على اللاتيني في الأردن المطران ويليام الشوملي والمطران فينيديكتوس رئيس محكمة الاستئناف للروم الأرثوذكس ومندوب عن المطران خريستوفروس عطلة الإرشمندريت فينيديكتوس كيال ورؤساء الكنائس المحلية في الأردن وكهنة وقساوسة وأمين عام الجمعية السيد منذر النعمات وأعضاء الهيئة الإدارية وجمع من المهتمين. وقدم الأمين العام للجمعية منذر النعمات نبذة عن هوية ونشاطات جمعية دار الكتاب المقدس، مشيرا إلى أنها مسجلة في وزارة الثقافة الأردنية منذ عام 1996، وتهدف إلى نشر الكتاب المقدس والكتب المتعلقة به على الأشخاص والمؤسسات المسيحية والكنائس والمكتبات بثمن التكلفة أو بثمن منخفض، ورفع الوعي في الكنائس من خلال تزويد الرعاية بالكتاب المقدس. اليوم احنا في اللقاء الرابع لخدام الرعاية في الأردن، وهذا اللقاء فعليا لقاء مميز عندنا في دار الكتاب المقدس، يقام تقريبا كل سنة مرة واحدة، لكن في هاي السنة اجى بعنوان الكتاب المقدس وتحديات الإنسان المعاصر. وما بيخفى على أي شخص أنه في عصرنا اليوم في تحديات كثير بتواجهنا كشباب، بتواجه الإنسان المسيحي والإنسان بشكل عام. هناك منظومة من الأخلاقيات اللي اليوم محتاجين تراجع بحياتنا، قيم، مبادئ، أفكار دخلت دخيلة على الكنيسة ودخيلة على مجتمعاتنا. محتاجين اليوم أنه جيل جديد وشبابنا نقدم شيء له، واليوم مسؤولية كبيرة على الكنيسة بشكل خاص وعلى المسيحية بشكل عام وعلى الكتاب المقدس. خليني أحكي أنه يقدم على الأقل إجابة تجاه هاي التحديات اللي بتواجه شبابنا واللي بتواجه مجتمعاتنا، ونقدم شيء من الحق إن لم يكن الحق لمجتمعاتنا وللإنسان. الأمر الثاني بهذا اللقاء بصراحة زي ما بتشوفوا فيه جمالية وجود كل العائلات الكنسية، فاليوم ما في إقصاء لأي عائلة كنسية موجودة في الأردن أو ممثلة في الأردن، كل العائلات موجودة، فيها جمالية في صيفساء رائعة جدا. بصراحة هذا الشيء منعتز فيه، منفتخر فيه كدار كتاب مقدس، ومنشعر فيه فعليا بمسؤولية تجاهنا أكثر وأكثر أنه نكون كدار كتاب مقدس قادرين أن نستمر بهذه الرسالة مع كنائسنا بوجود كل العائلات الكنسية. هي فرصة ومساحة للالتقاء، مساحة للحوار، ومساحة أكبر للمحبة وتبادل المحبة العملية اللي موجودة في قلب كل رؤسائنا وكل رعايانا الكنسية وكهنتنا، فهي فرصة أنه يكون في تشارك في لقاء ما بينهم. حمل اللقاء عنوان الكتاب المقدس وتحديات الإنسان المعاصر، وقد اجتمع خدام الرعاية لنقاش يترتب على المكرسين من دور فاعل في المجتمع المحلي لخير رفع شأن تعاليم الكتاب المقدس. اجتمعنا أساقفة وكهنة وقساوسة ورعاة من كل الكنائس كلوحة فسيفسائية ملونة جميلة لكي نفكر معا في مواضيع تهمنا، مثل كيف نفسر الكتاب المقدس، كيف نؤون الكتاب المقدس، كيف نقرأه، وكيف نعظ به
للآخرين. أنا أعتقد بأن هذه الاجتماعات اللي بتتم كل سنة هي ضرورية جدا، ليس فقط بسبب الموضوع الذي يجمعنا، ولكن أيضا بسبب التآخي الذي ينتج بين القساوسة والكهنة ورجال الدين معا، لأننا نعمل في نفس حقل الرب ولنا نفس التحديات والهموم، وعلينا أن نكون جماعة واحدة لنعمل كفريق واحد وليس كطوائف وكنائس متفرقة ومتنافسة. وقد تطرق اللقاء إلى قضايا حساسة جدا طرقت مؤخرا أبواب حياتنا، كالإدمان على المواقع الإباحية والإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي وقضية المثلية الجنسية. دأبت دار الكتاب المقدس في جمعيتنا بالأردن على عمل هذه اللقاءات منذ 4 سنين حول اجتماع خدام الرعاية في الأردن، من أجل أهم موضوع في هذا اللقاء هو التعارف على بعضنا البعض والتعايش المشترك والتعريف على تقاليد الكنيسة والكنائس المختلفة والليتورجيات من خلال دراسات يقدمها كل من الكنائس، بالإضافة إلى الترانيم الروحية والتسبيح. في هذا العام تم اللقاء وفي هالروح الإيجابية اللي كانت موجودة، نتحدث عن الكتاب المقدس وتحديات الوقت الحاضر، تحديات المعاصرة للشبيبة للكنيسة وللأباء، قراءة الكتاب المقدس، أهمية الكتاب المقدس في حياتنا، وما هي التحديات التي نواجهها. زي كل سنة هاي السنة كمان كنا موجودين بهذا اللقاء المميز اللي بتنظمه دار الكتاب المقدس مشان تجمع كل الرعاة، اللي مشان نقدر نتبادل خبراتنا، نقدر نزيد علاقاتنا تكون أقوى، وبنفس الوقت نأخذ معنا إشي نروح فيه لرعايانا تستفيد منه رعايانا كيف نعيش أكثر الكتاب المقدس في حياتنا الروحية. الشكر كله لتنظيم دار الكتاب المقدس، لكل الشباب والصبايا اللي اشتغلوا على الموضوع، وشكر للسادة المطارنة والأباء الأجلاء والقساوسة اللي شاركونا محبتهم في هذا اليوم. أكيد شكرا لكم نورسات. وقد عرضت كل عائلة كنسية من تراثها الزاخر ترانيم وتراتيل روحية عرفت الحضور على المكنون التراثي في تاريخ كل كنيسة، وكان قد انطلق بها سيادة المطران ويليام الشوملي الذي قاد بكهنته سيمفونية غريغورية أدخلت الحضور في أجواء السماء. تحت رعاية دولة رئيس مجلس الأعيان السيد فيصل الفايز، أقام سيادة المطران فيلومينوس مخامرة رئيس دير المصلبة بالقدس حفل إفطار رمضاني في منتزه الحمر بالفحيص، حضره عدد من أصحاب الدولة والمعالي والسعادة ووجهاء محافظة البلقاء وكهنة الكنائس الرسولية والنائب فوزي طعيمة ورئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتر وجمع غفير من المدعوين. وقد شكر المطران مخامر الحضور على تشريفهم، داعين الله أن يعيد الشهر المبارك على الجميع بموفور الصحة والعافية تحت راية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. وقد أجمع المتحدثون في المناسبة على تأييد مواقف جلالة الملك وتأكيد الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وشكر المطران مخامري باسم الكنائس تبرع جلالته لترميم كنيسة القيامة. اليوم تم بنعمة ربنا في هذا المكان في منتزه الحمر في الفحيص في مدينة الفحيص يعني حصان، هذا الحفل الإفطاري في شهر رمضان اللي كان تحت رعاية دولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الأفخم، وكان في حضور من مستويات من محافظة البلقاء وخارج محافظة البلقاء ومن مفرق ومن إربد ومن كافة مناطق في المملكة. الإفطار اليوم هو كان تحت رعاية دولته، الهدف والعبرة اللي كان موجودة هو حتى نوصل رسالة للعالم أجمع أن أردننا أرض السلام، أرض المحبة والتآخي، وأنه مهما كانت الأمور مهما كانت الصعوبات بتمر فيها الشعب الأردني، ولكن مع هذا كله هو شعب مرتبط في قيادته مع مليكه وأيضا مع بعضهم البعض. وإحنا اليوم قدمنا رسالة عن المحبة والتآخي الموجودة، وبرضه من خلال هذا الاحتفال أيضا أيدنا على الوصاية
وصاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظ الله ورعاه على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وعلى شرعيته في هذه الوصاية، وأكدنا أيضا على الإجراءات اللي قام فيها في الفترة الأخيرة عن في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية وتأكيد على إقامة دولة فلسطينية وعاصمة القدس حسب توجيهاته. فكان هذا كله ضمن احتفالنا اليوم حتى نوصل رسالة أنه إحنا دائما شعب واحد في كلمة واحدة، ملتف مع بعض البعض حول قيادته لهدف السلام وإحلال السلام في المنطقة، لأنه إحنا كمان في هذه الأيام مباركة اللي عشنا فيها فرح ومنعيش لغاية الآن فرح القيامة، وفي الشهر الفضيل إحنا بحاجة إلى السلام والأمان والاطمئنان، وهي هي رسالتنا، رسالة الكنيسة ورسالة دور العبادة، أنه نعطي الأمان والاطمئنان، لأنه هذا بحاجته إحنا شعبنا وحاجة الجميع له حتى نصل إلى بر الأمان والخلاص. لأنه دائما الحياة بدون محبة، بدون تسامح، بدون جهد كمان حتى الإنسان يحصل على سلامه ما بكون لها معنى. فهذا الشهر هو شهر برضو تسامح محبة، فحبينا نشارك مع بعضنا البعض في هذا الحفل اللي الحمد لله كان في حضور على مستوى شخصيات كبيرة، وكان الجميع أصدر أو أعبر عن فرحه وسعادته في هذا الاحتفال اللي كان طابعه هو طابع ديني، طابع تآخي، طابع محبة، وأيضا طابع نصر للقدس ولقضية القدس وتأكيدا للوصايا الهاشمية. بمناسبة الذكرى الرابعة لتقديس الأم ماري ألفونسين وبأجواء من المحبة والحيوية والنشاط، نظم اتحاد الرهبانيات في الأردن لقاء روحيا وترفيهيا في مدينة السلط بهدف التغيير وتجديد روح الفرح وضخ الحيوية في نفوس الراهبات. وقد استهل قدس الأب الدكتور رياض حجازين كاهن الرعية في السلط اللقاء مع الراهبات ليقدم شرحا عن ولادة مزار القديسة ألفونسين التي رممت المكان، وقامت المزار الدكتورة باسم السمعان وعائلتها وتم تدشينه عام 2016. ثم قدمت الأخت سيسيل حجازين رئيسة اتحاد الراهبات كلمة وجيزة عن هذا اليوم المقدس، تلتها في الحديث الأخت ماري قندح، واكتمل اللقاء بقداس إلهي ترأسه الأب حجازين، حيث ركز في عظته على تاريخ إنشاء كنيسة السلط اللاتين لتصبح أم الكنائس في الأردن، لافتا إلى أن أول رهبنة خدمت في مدينة السلط هي رهبنة الوردية المقدسة. ثم انتقلت الراهبات إلى مقام القديس جوارجس للرومي الأرثوذكس في السلط، حيث قدم قدس الأب مروان طعامني كاهن رعية السلط للرومي الأرثوذكس نبذة عن تاريخ المقام العريق. أهلا وسهلا فيكم في السلط، سلط ماري ألفونسين. اليوم ذكرى تقديس الأم ماري ألفونسين 17/5 السنة الرابعة. بهاي المناسبة بحب أبارك لرهبنتي بهذا العيد، وبطلب من ربنا أنه يبعث لنا دعوات الديسة مثال القديسة ماري ألفونسين. بهالمناسبة الصدفة هي عناية ربانية رتبت اليوم على الرحلة، هو مفروض كان الجمعة الماضية بس هاي الجمعة تخطيط رباني رتب الأمور مناسبة هالتقديس 17/5. اتحاد الرهبنات كان عنده رحلة ترفيهية وروحية، اجتمعنا بمزار القديسة ماري ألفونسين اللي أبرزته دكتورة باسمة السمعان وكملوا الأب الدكتور رياض حجازين، مشكورين التنين. صلاتنا لهم، صلينا تحت صلاة الصباح، طلبنا نعمة من ماري ألفونسين لكل راهبة موجودة للحضرات وللغيبات. وبتمنى أنا بهالعيد هذا أنه ربنا يعطينا دعوات الديسة، وبحب أشكر كل الأشخاص اللي أبرزوا هذا المكان، وبحب أشكركم أنتم وأقدم التهنئة لرهبنتي ولكل رهبة اليوم موجودة هنا من اتحاد الرهبنات. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن قداسا احتفاليا في كنيسة العذراء للاتين في ماركا، تم خلاله منح عدد من أبناء الرعية سري المناولة والتثبيت. إلى التفاصيل. ما تولى تنتهي وقوله الحق المبين وحمده في أرضنا يبقى لدهر الداهرين. احتفلت كنيسة العذراء أم الكنيسة للاتين في منطقة ماركا شرق العاصمة عمان بمنح عدد من أبنائها وبناتها سري المناولة الأولى ومسحة الميرون المقدس، وذلك خلال قداس احتفالي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في الأردن،
عاونه كاهن الرعية الأب خليل جعار وعدد من الشمامسة والخدام. المجد لله في العالي وعلى أرض السلام. المجد لله في العالي وعلى أرض السلام. نسبح الرب العلي هللويا هللويا. نبارك الملك السماوي هللويا هللويا. المجد لله في العالي وعلى أرض السلام. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. حضر الصلاة جمع من الأخوات الراهبات ومدير مدرسة اللاتين بماركا الأستاذ سهيل خوري وعدد من هيئة إدارة المدرسة وذوي الأطفال وأشابيلهم وأقاربهم وحشد من أبناء الرعية. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: إذا أحبني أحد حفظ كلامي، فأحبه أبي ونجيء إليه ونجعل لنا عنده مقاما. من لا يحبني لا يحفظ كلامي، ليس كلامي من عندي بل من عند الذي أرسلني. قلت لكم هذا الكلام وأنا مقيم معكم، ولكن المؤيد الروح القدس يرسله الآب باسمي، هو يعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته لكم. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. وأكد المطران الشومالي في عظته على مكانة القربان الأقدس الذي سيتناوله الأطفال اليوم، وعلى نعمة الروح القدس الذي يعطى لنا في سر الميرون. وفي نهاية عظته قدم المطران الشومالي التهنئة إلى الأطفال وأهاليهم وأشابينهم على هذه النعمة الإلهية التي قابلوها. كلمة صغيرة عن ثمار الروح القدس. إذا إحنا استخدمنا المواهب السبع وعشنا بقوة مواهب السبع، ماذا نثمر؟ ما هي الثمار الصالحة التي تنتج عن أعمالنا؟ القديس بولس بيسميها في رسالته لأهل غلاطية، بيسميها على سبيل الذكر وليس الحصر، بذكر 9 في بعض النصوص بذكر 12، لكن ثمار الروح القدس هي أكثر بكثير مما يذكره القديس بولس. بذكر الفرح. الفرح ثمرة من ثمار الروح القدس. الفرح عكس الحزن. الفرح المحبة، السلام، طول الأناة، الصبر، الصفح يعني التسامح، الغفران، الإيمان، العفاف، الوداعة. ممكن نزيد كل ثمار الروح القدس الأخرى مثل الوحدة. الوحدة يعني الاتحاد في العيلة. كم عائلاتنا بحاجة إلى الروح القدس لتعيش متحدة، وحدة بين الرجل والزوج والزوجة، بين الأبناء وأهلهم، بين الأجيال المختلفة ضمن نفس العيلة. الوحدة اليوم صارت أو غيابها مشكلة كبيرة. كثير عائلات تعيش متمزقة. إخوتي، الانقسامات والتمزق هو ثمرة الروح النجس، هو من فعل الشيطان. بينما الوحدة، الاتحاد، الانسجام، الاتفاق، التوافق، التشاور، العمل معا كفريق واحد، هذا كله هو ثمرة من ثمار الروح القدس. ومن خلال هذا الاحتفال المهيب جدد الأطفال المتقدمون مواعيد عمادهم علانية، ومن ثم قام سيادة المطران بمنحهم سري المناولة الأولى والمسح بزيت الميرون المقدس. هذا هو إيماننا، هذا هو إيمان الكنيسة،
هذا هو الإيمان الذي نعلنه بافتخار في المسيح يسوع ربنا، آمين. متفجر في كل حين يا إصبع اليمنى التي منها يسار ثروتي، يا موعدا بالرحمة للأب مولانا الأمين. وفي نهاية الاحتفال شكر كاهن الرعية الأب خليل جعار سيادة المطران وكل من شارك في الاحتفال، وتقدم بالتهنئة الأبوية من أطفال الرعية وذويهم. الأخوات والإخوة الكرام، مع نهاية هذه الذبيحة الإلهية باسمكم جميعا بشكر سيادة المطران ويليام على أنه أسعدنا وباركنا بحضوره. أذكركم أن أولادكم تقدموا إلى المعمودية المقدسة وإلى سر التثبيت. اليوم الكنيسة بتسلمكم إياهم، بترجع لكم إياهم معمدين مثبتين في الإيمان. بحب أذكركم على مسؤولية كل أب وأم، كل إشبين. تعرف شو معنى كلمة إشبين؟ يعني كفيل. تسلمت هؤلاء الأطفال من هيكل الرب، حافظوا على هاي الأمانة. أولادكم أمانة برقبتكم أمام الله تعالى. سوف نسأل في يوم الدين أمام عرش العظيم عن كيف ربينا هذول الأولاد. سبحة الوردية لأم الإنعام تغلي الأخوية لنعم السلام. مشهد حماسي رائع انطلقت من كنيسة دير اللاتين بمدينة حيفا مسيرة طلعة العذراء السنوية وصولا إلى جبل الكرمل. شارك في المسيرة عدد من أصحاب السيادة المطارنة والأساقفة ورجال السلك الدبلوماسي والراهبات وشخصيات اعتبارية وألاف من المؤمنين. المزيد من التفاصيل في تقرير مندوبتنا في القدس مارلين الحدوي. احتفلت مدينة حيفا بمسيرة تسمى بطلعة العذراء السنوية بحضور المطران بيير باتيستا باتسابالا المدبر الرسولي للبطركية اللاتينية، والمطران جيريلي القاصد الرسولي السفير البابوي، والأب سافاريو الرئيس العام للرهبنة الكرملية في العالم الآتي من روما، والأب ريمون عبدو الرئيس العام الإقليمي للرهبنة الكرملية الآتي من لبنان، والمطران حنا كلداني، والمطران موسى الحاج، والمطران مار قدسو، وعدد كبير من الأساقفة ورجال دين وطلاب المعهد الإكليريكي ورهبات وسفراء وقناصلة وشخصيات اعتبارية من البلاد والخارج. بدأت المسيرة من كنيسة دير اللاتين في حيفا، تقدمتها المجموعات الكشفية المشاركة والمسبحة الوردية وتمثال لأمنا مريم العذراء والآلاف من المؤمنين، مروراً بشوارع وحدائق حيفا وصولاً إلى جبل الكرمل، وبصورة احتفالية رائعة وبحضور جماهيري واسع. شكراً لله الذي يقودنا إلى قبل صورة كل حين، يقف على نشرة
قبل 100 سنة بعد الحرب العالمية الأولى، مريم العذراء، سكان هذه المدينة، مؤمنين هذه المدينة، أرادوا أن ينقلوا التمثال المقدس إلى مقرها، إلى مار الياس، ما نسميه مار الياس. وهذا التطواف كان شعبي جدا، كان في إله إقبال من كل الجليل، وحبوا أن يجددوا هذا التطواف كل سنة. فنحن نجدد هذا التطواف، وهو التطواف شكر. أول شيء نشكر الله على حماية المدينة، كما حمى الله المدينة في الحرب العالمية الأولى، هكذا نريد ونطلب من الله بشفاعة مريم العذراء أن تحمي هذه المدينة دائما والآن أيضا. تطواف السيدة العذراء السنة المئوية، طبعا بحب أعيد على الجميع البشر ونقول لهم إن شاء الله العذراء بتكون معكم بتحميكم، كل عام وانتم بألف خير. طبعا احنا اليوم هذا حدث كبير، لانه هاي المسيرة المئوية 100 سنة لانطلاق ما يسمى طلعة العذراء، او رسميا تطواف سيدة الكرمل اللي بدي بال 1919. هذا تقليد من اهم التقاليد لمسيحي الارض المقدسة اللي احنا ما زلنا محافظين عليه، وهي السنة بالذات بما انه المسيرة المئوية حتى اجوا ضيوف من خارج البلاد، هنالك الرئيس العام الكرملي، هنالك السفير البابوي، وايضا اضافة المدبر الرسولي. بتأمل أيضا كمان مشاركة الألاف من مسيحيين محليين وأجانب بهاي المسيرة الاحتفالية تكريما لأمنا مريم العذراء. وقد جرت تلك المسيرة في الأحد الأول بعد عيد الفصح قبل أكثر من 100 عام، وذلك بعد أن كان تمثال السيدة العذراء قد أنزل من جبل الكرمل بتعليمات من جنود أتراك. وهذا العام تم الاحتفال بالمئوية الأولى، والتطواف يقام تكريما للعذراء سيدة جبل الكرمل. واختتمت المسيرة بتراتيل وصلات على مدخل دير مار الياس ستيلا مارس. مثل آلاف من المؤمنين من كل أنحاء البلاد تنقدم الشكر لأمنا العذراء، تنعبر لها قديش إحنا منحبها وقديش هي بتعني لنا وقديش إحنا منشكر الله على وجودها بحياتنا. مجرد إنه نتطلع نشوف الناس من كل الأجيال، من الطفل للكبير بالعمر، الكل عم بيرتل للعذراء وعم بيصلي المسبحة، وتشوف الفرحة بعينيهن، هذا أكبر دليل على إنه عن جد العذراء ملكة الأمور. مية بيعبر عن اتحادنا كل يوم من أيام حياتنا مع الكنيسة ومع أمنا العذراء نحو ومع يسوع المسيح القائم بين الأموات. الشعب وكل الكنيسة بتغنى بمحبة العذراء وبقوة شفاعتها أمام الرب يسوع المسيح، وهذا رح يكون اليوم وإلى الأبد. أمين. هذا اليوم منشوف الأعداد الكبيرة تحتفل بالأم اللي بتجمع واللي بتلم، نطلب منها أنها تحمي كل شعب الأرض المقدسة إن كانوا في بلادنا أو إن كانوا في المهجر، نطلب منها أنها دائما تكون شفيعة لنا، أم لهذه البلاد وأم لكل عائلة من عائلاتنا. كل عام وأنتم بخير. كل سنة منشارك، بس هاي السنة مختلفة لأنه هي يوبيل مئوي، ولما في يوبيل هو بيكون احتفال، مفروض أنه إحنا كمان نتذكر إيش ربنا عم بحاول يحكي لنا من هذا اليوبيل. للنورسات مارلين الحدوة من حيفا جبل الكرمل.
وفي غمرة الاحتفالات بتخريج أفواج من طلبة المدارس ورياض الأطفال في العاصمة والزرقاء، أقيمت بهذه المناسبة احتفالات بهيجة شارك بها أهالي الخريجين والهيئات التدريسية. إلى التفاصيل. شهدت العديد من المدارس في المملكة حفلات تخريج لطلبتها وأطفالها، فقد رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية الطباع حفل تخريج طلاب التوجيه للفرعين العلمي والأدبي في مدرسة الراهبات الفرنسكانيات بعمان للفوج 19 على مسرح المدرسة بحضور مديرة مكتب فضائية نورسات في الأردن والأراضي المقدسة الدكتورة باسم السمعان ومديرة المدرسة الرئيس الإقليمية للراهبات الفرنسكانيات الأخت إلين فرح وجمع من الكهنة الأعزاء وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية. واشتمل الحفل على قصائد وأهاديج وذبكات وكلمات ألقاها عدد من طلبة المدرسة، وفي ختام الحفل وزعت سمو الأميرة عالية الشهادات على الخريجين والخريجات بحضور أولياء أمور الطلبة وذويه. تحية شكر وامتنان أزجيها لوزارة التربية والتعليم ولجميع مسؤوليها لعملها الدؤوب وحرصها على أبناء هذا الوطن، ولمديرية التعليم الخاص مديرية التربية والتعليم لواء وادي السير لتعاونهم الدائم معنا. باقة من حروف الشكر المتعلقة أقدمها لرئاستنا العامة لدعمها المستمر وللأخوات الراهبات اللواتي يسهمن في إثراء هذا الصرح، وأخص بالذكر الأم دانييلا عنوان العطاء والتفاني، وأقدر جميع من ساهم في تطريز هذا اليوم المبارك بخيوط الفرح والبهجة. وأجمل عبارات الثناء للحضور الكريم الذي أضاف رونقا خاصا لهذا اللقاء المميز، وإلى لقاء حكاية جيل آخر وعشق هاشمي متجدد وفرح غامر منتظر بإذن الله. بارك الرب الأردن تحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وكل عام وأنتم بخير. كل أكاليل الورد كلها ابتسمت في وجهها، يا حلات البسمة تسحر العين لو شفتها. مبروك لكل خريج اللي جاوز مرحلته، الوردية تهدي التحايا ليك انت، مدرسته تحبه وهو يعشق مدرسته. ورعت سموها أيضا الحفل الذي أقامته روضة ومدرسة راهبات الوردية في المصدار بمناسبة عيد الاستقلال وتخريج أطفال الروضة الكبرى، وتم خلاله عرض أوبريت بعنوان عمان مصباح السلام بحضور مديرة الكلية الأخت كارولين بدر وعدد من الراهبات وأهالي الطلبة الخريجين، حيث قدمت العديد من الكلمات والفقرات الفنية التي نالت إعجاب الحاضرين. اليوم نرحل مع مدينة الحب الأخوي في حقباتها التاريخية المختلفة، ونعيش الحياة الاجتماعية التي عاشها العمانيون على مدى تاريخه، نقتبس من ضحكاتهم التي نسمعها في كل ركن وفي كل زاوية، نقتبس منها الوفاء لعمان، ونتعلم من لكنتهم البسيطة عمق المعنى والفخر بلهجتنا الأردنية العريقة. ولن ننسى تقديم شكر من ذهب إلى كل القائمين على هذا الحفل، وتلك الأيدي التي صهرت صوت أطفالنا مع الموسيقى ليكون الناتج عراقة بطعم الطفولة. لكل من ساهم في أي مشاركة أو تفصيل أو كلمة لإقامة هذا الحفل، لكم منا الشكر الذي يليق بعطائكم.
واحتفلت روضة كلية راهبات الوردية بمنطقة مرج الحمام بتخريج كوكبة جديدة من أطفالها. رعى الاحتفال سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، وبحضور مديرة الروضة الأخت كلوديت دبابنة وعدد من الراهبات وذوي الأطفال، حيث قدمت خلال الحفل فقرات فنية مميزة من أداء الطلبة، وفي الختام وزع سيادته الشهادات على الطلبة الخريجين. ومندوباً عن سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رعى السيد علي جودة حفل تخريج الفوج 71 لطلبة كلية ترسنطة بحضور مدير الكلية الأب رشيد مستريح والسفير البابوي لدى الأردن ألبرت أورتيغا مارتن وفارس القبر المقدس السيد أكرم كريم وعدد من الكهنة والراهبات وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية للكلية وذوي الطلبة. وقدمت خلال الحفل فقرات منوعة من أداء الطلبة الخريجين، وألقيت العديد من الكلمات بمناسبة الحفل. وختاما في محافظة الزرقاء، رعى مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية قدس الأب وسام منصور حفل تخريج طلبة مدرسة اللاتين في المحافظة، وذلك في قاعة كنيسة الرسل بحضور كاهن الرعية الأب إياد بدر وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية. وبعد فقرات الحفل المنوعة التي نالت إعجاب الحاضرين، وزع قدسه الشهادات على الطلبة الخريجين. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يلتقي جموع الحجاج في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. المناولة الأولى والتثبيت لمجموعة من الأطفال في أم الكنيسة للاتين في ماركا. المطران مخامري يقيم حفل إفطار رمضاني في الفحيص. مشاركة جماهيرية حاشدة في مسيرة طلعة العذراء في حيفا. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابع موقعنا الإلكتروني www.nusajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. المسيح قام حقا قام.